بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، فإن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، فالله عز وجل هو المنعم المتفضل، وهو القائل في كتابه الكريم: ما بكم من نعمة فمن الله. وهو القائل عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى المنعم تفضل على العباد بنعم عظيمة: نعمة الإيجاد والخلق بعد العدم، ونعمة الرزق. ومن أعظم هذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على الإنسان نعمة الهداية، أن يشرح صدره للإيمان. وهذه النعمة التي هي نعمة الهداية، إذ بها يكون الإنسان مهتديا، وبها يكون الإنسان مسلما، وبها يكون الإنسان مؤمنا، وبها يكون الإنسان معصوم الدم، وبها يكون الإنسان ماله حرام وعرضه حرام، وبها يكون الإنسان في هذه الدنيا عظيم القدر رفيع الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وبها تحتفي به هذه المخلوقات، وبفقدها يكون الإنسان حقيرا حتى على هذه المخلوقات، كما ذكر الله عز وجل عن فرعون وقومه بعد أن أهلكهم الله لأنهم لم يقبلوا الهدى الذي جاءهم من عند الله مع كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فعندما وقع عليهم الهلاك قال الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. قال الإمام التابعي مجاهد عند هذه الآية: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ وهل تبكي السماء والأرض؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. وقال ابن مسعود: إن الجبل لينادي الجبل أمامه يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله؟ فيقول: نعم. قال: فيفرح ذلك الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلسه فمر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله،
ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن: إذا مات ارتاح من عناء الدنيا وتعبها، والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته الحجر والشجر والمدر. فهذه النعمة العظيمة نعمة الهداية، نعمة عظيمة وأثرها جليل. ومن النعم أيضا نعمة الأمن التي بها هذا المهتدي يؤدي العبادات، وبها هذا المهتدي تحفظ نفسه ودمه ويصان، وهذا المهتدي يحفظ عرضه، وهذا المهتدي يحفظ ماله. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، ولذلك الله عز وجل أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رافع قواعد البيت، عندما جاء بذريته ذلك الرضيع إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليها السلام، عندما أسكنهم هذا الوادي غير ذي الزرع لجأ إلى ربه عز وجل بذاك الدعاء العظيم الذي صدره في طلبه بأن يجعل هذا البلد آمنا، فقال كما ذكر الله في القرآن: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وقال: ربنا واجعل هذا البلد آمنا. فهذه الدعوة من هذا النبي الكريم، قضية أمن البلد وأن يحيا الناس فيه آمنين، فهي نعمة عظمى، ولذلك الله جل جلاله يمتن على قريش سكان هذه البلدة بهذه النعمة، فقال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وأقسم عز وجل على هذا الجانب القدري فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والأمن القدري في هذا البلد عظيم، منه أن الله عز وجل أمن هذا البلد من أعظم فتنة تمر على الدنيا في دين الناس، وهي فتنة المسيح الدجال فلا يدخلها، وأمن هذا البلد وأهله أن يتحول بعد فتحه إلى بلد كفر، فقال: لا هجرة بعد الفتح، بمعنى لن يعود هذا البلد بلد كفر أبدا. وأمن هذا البلد من أعظم فتنة ومن أعظم وباء على صحة الناس، وهو الطاعون، فالطاعون لا يدخل مكة ولا ينتشر فيها. وأمن هذا البلد من أن يعود أهله كفاراً كما كانوا قبل الإسلام، وهذا أمن، لأن قضية الأمن عظيمة، فهذا أمن قدري. وأما الأمن الشرعي فإنما جاءت شريعة الله عز وجل لتحقق للناس هذا الأمن، وتحفظ عليهم دينهم، وتحفظ عليهم أموالهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وهذه ضروريات جاءت شريعة الله عز وجل لحفظها، والطريق في ذلك بتلك الأحكام الشرعية التي أنزلها الله وبها يتحقق الحفظ، ثم أيضاً بتلك المسؤولية المناطة التي أناطها الله عز وجل بالناس، والتي منها مسؤولية الأب على أولاده والزوج على زوجته وأهل بيته، وهكذا إلى أن يكون الحاكم والسلطان أيضاً ممن يتحمل هذه المسؤولية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وما من شك أن مما جاءت به شريعة الله عز وجل في هذا الأمر، وهو لتحقيق هذا المقصد العظيم أن يحفظ لأهل الإسلام وأن يحفظ للناس وهم
في بلدانهم وفي أوطانهم أن تحفظ عليهم تلك الضروريات، فمما جاءت به شريعة الله عز وجل الطاعة لله سبحانه وتعالى كأصل عظيم، بل أصل الأصول. قل أطيعوا الله، فالله أمر بطاعته وأوجب ذلك على العباد، وأمر أيضاً بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأوجب ذلك على العباد، ورتب على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الخير كله، الخير كله، ثم أمر بطاعة ولاة الأمور من المسلمين، وأن في هذه الطاعة لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لولاة أمور المسلمين الخير العميم، حيث يبقى الناس في أمن وطمأنينة. وجاءت نصوص الشرع واضحة في هذه الطاعة وفي هذا الأمر. وبين أيدينا هذه القاعدة العظيمة التي أصلها ذاك العالم الإمام الذي عرف عند المسلمين بإمامته والتزامه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي ذاع صيته في الآفاق وعرف بأنه إمام من أئمة المسلمين الذين مقصودهم إرجاع الناس أن يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مما صنف وكتب وألف هذه القاعدة العظيمة في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر من المسلمين. وفي هذا اللقاء وفي هذا الوقت فإننا نقرأ ما دون وكتب هذا الإمام رحمة الله عليه، وهذا المجموع قدم له بعض الفضلاء بمقدمة أراد بها أن يوسع النقل عن أئمة المسلمين في العصور المتقدمة على وجه الخصوص، أي الذين كانوا قريباً من زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن تلقى على من تلقوا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان موقفهم في هذه الأصول وهذا الأمر العظيم، وهو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طاعة ولاة أمور المسلمين. ولما كان هذا الأمر، أقول الحاجة أن تمتلئ القلوب به طمأنينة ورضاً واستقراراً، وخاصة في زمن تكثر فيه الشبهات والفتن والتلبيس على الناس، والحاجة أن يسمع عموم أهل الإسلام الموقف الصحيح من كلام سلف الأمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أهل الإسلام بالانتساب إليهم، فهم أهل السنة وهم أتباع السلف الصالح الذين كان منهجهم اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم بنوا أصولهم على الاتباع لا الابتداع، وعلى الاقتداء لا الابتداء، بمعنى ليس الدين يبتدئ جديداً وإنما الدين يقوم على الاقتداء والتأسي. فعلى هذا الأساس نسمع ما سطر في هذه المذكرة صغيرة الحجم عظيمة القدر ذات العنوان العظيم الذي من أحوج ما يحتاج أهل الإسلام في هذا الزمن أن يسمعوا إلى تلك الكلمات لسلفنا رحمة الله عليهم، حتى تتضح الأمور للإنسان ويطمئن قلبه في مساره
في أمر الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لولاة أمور المسلمين. تفضل. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين وللحضور. قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، تأليف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر أمور الدين، فهم يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم. هذا الأصل وهذه الكلمات دقيقة في بيان المنهج: اتباع لا ابتداع، اقتداء لا ابتداء، وأن هذا في أمور الدين كله في هذه القضية وغيرها. نعم. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. إذن نفس الأصل، العتيق أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه عليه، إذن هذا الذي يتمسك به الإنسان. نعم. وقال: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعاً في الخير خير من أن تكون رأساً في الشر. وقال: إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثاً فعليكم بالهدي الأول. وقال: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن خالفتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً. وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، واعلم أنه لن يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة. واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. وقال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. وقال أبو العالية الرياحي: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يميناً وشمالاً، وعليكم بسنة نبيكم
وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء. فمن أراد لنفسه الفوز والنجاة عليه أن يلزم غرز هؤلاء ويسلك نهجهم ويتبع طريقتهم، ومن كان كذلك فقد سبق سبقا بعيدا وفاز فوزا عظيما. طيب، إذن هذا الكلام الذي سبق كلام ابن مسعود وغيره هو يؤصل لتلك المقدمة التي ذكرها المقدم، وهو أنه شأن السلف الاتباع للابتداء، الاقتداء للابتداء. نحفظ هذه الكلمات الأربع، وأن ما ذكر إنما هو تأصيل لتلك القاعدة، وأن هذا منهج المنهج الذي لن ينجو عند ربنا جل جلاله إلا من لقي الله به، أنه يتبع ولا يبتدع، يقتدي ولا يبتدي. فإذا فهم هذا الأمر فذاك تأصيله. ثم الآن يريد أن ينتقل إلى ما يتعلق بطاعة ولاة أمور المسلمين. ماذا عند سلف الأمة من قول وفق ذاك التقعيد؟ اتباع لا ابتداع، واقتداء لا ابتداء، فماذا يقول؟ نعم. وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. طيب، إذن هذا الآن كما ذكر في أول مقدمته ما يتعلق بأصل المنهج القائم على الاتباع للابتداع والاقتداء للابتداء، جاء فيما يتعلق بطاعة ولاة أمور المسلمين، وأيضا قدم بهذه المقدمة المجملة، بمعنى أن طاعة أن ولي أمر المسلمين أول حق له الطاعة بغض النظر عما كان هو فيه من الحال، فإذن حقه أن يطاع. ثم ما أمر به، كل ما أمر به وهو مرضي عند الله فيجب الطاعة فيه، ولو كان حاله هو فيه ما فيه من القصور، فإنه متى ما أمر بأمر الله عز وجل أمر به أو أنه مما يريده الله ويرضاه الله فيجب طاعته. فإذا كان الأمر بالمعصية فلا طاعة له في أمر المعصية، أما في المعروف فيطاع. إذن هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث فهو أن حقهم على رعيتهم النصح والدعاء لهم، وليس أن يكون حقهم لا الخروج عليهم ولا الدعاء عليهم، لأن أساس هذه الدعوة المباركة إنما هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فمن كان في خطأ ومن كان في معصية فهل يدعى عليه ليبقى على معصيته وليزداد من المعصية، أو يدعى له ليخرج من معصيته؟ فإن الله ابتعث الأنبياء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليخرجوهم من أن يكونوا أهل النيران ليكونوا أهل الجنان، وليخرجوهم من أن يكونوا من أهل الضلال ليكونوا من أهل الهدى والتقى. فإذا كان الإنسان يدعو فكيف يكون هذا الإنسان يريد الإصلاح بهذا الطريق؟ فلذلك ويؤصل هذا التأصيل وفقه الله. ثم الآن يريد أن يذكر لنا هل كان هذا الأمر هو قول عالم واحد وفي زمن واحد، أو هو قول علماء أهل السنة منذ القرون الأولى بلا خلاف بينهم ثم تناقلوا هذا الأمر، وأن ما يحدث
بعد ذلك إنما هو حدث مبتدع جاء التحذير من سلف الأمة وعلمائها من هذا الأمر. فماذا ينقل عن العلماء؟ نعم. قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فذكر أمورا ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر. طبعا هذه كلها هنا أحوال يشير إليها، بمعنى لا يلتبس على الإنسان، فمتى ما كان الأمر بهذه بأي صورة فما هو الحق؟ السمع والطاعة. فإذا هذا الأصل العظيم الذي يشير إليه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه، لنرى بعد ذلك أيضا هذا القول هل هو فقط قول الإمام أحمد، ولو كان مثله كافي في إقامة الحجة على ما هو فيه من العلم والإمامة والشهرة بالعلم والاستقامة رحمة الله عليه، لكن أيضا سيتبين أن هذا هو قول عموم علماء هذه الأمة. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. إذن هذا قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ورأينا أن فيه من التأصيل لما أشار إليه المقدم في أول الأمر، وما زال أيضا يستمر النقل عن الإمام أحمد فيقول: ثم ذكر بقية الأصول، أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة،
وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني في علي بن وذكر نحوا من هذا وقريبا منه الإمام علي بن المديني في عقيدته. الإمام علي بن المديني إمام أهل الحديث، وهو من أقران الإمام أحمد، وكان أعلم هذه الأمة بعلم علل الحديث، وهو أصعب علوم الشريعة. فكان علي بن المديني إماماً، ولذلك كان يقول الإمام البخاري، يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، أي أنه عندما جاء إلى علي بن المديني شعر أنه طالب بين يدي أستاذ. فعلي بن المديني صاحب هذه المكانة العالية أيضاً يقرر في عقيدته ما قرره الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذا الأصل العظيم. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضاً: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وذكر أموراً من أصول الاعتقاد، منها قوله: والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يداً من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيق ولا تنكث بيعه، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. يعني سبحان الله، هذا الوضوح في هذا المنهج، فالأمر واضح. يقول: إن أمرك بمعصية لا تطعه في تلك المعصية، لكن هل يعني ذلك أنك تخرج عليه وتؤلب عليه؟ لا. فهذا التفريق الواضح عند علماء أهل السنة هو الذي جعل أن هذا المنهج هو الحق وهو الطريق. ولذلك أن الإنسان أطاع الله عز وجل في أنه ما عمل بالمعصية، وأطاع الله عز وجل في أنه ما خرج على ولي أمر المسلمين وأطاعه. فإذن هذا المنهج الذي اتضح بقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولذلك بعد أن خرج وابتلي من حاكم زمنه في مسألة فتنة خلق القرآن، وجلد وضرب 2000 ثوب، حتى كان يقول: جلدت لو أن فيلا ضرب لهدته. فجاءه من قال له: هل لا دعوت عليه؟ ماذا قال؟ قال: وماذا تستفيد أن يدخل أخوك بسببك النار؟ وقال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. إذن هذا الإمام الذي هو لم يقبل تلك المعصية، ولم يرضى منه عندما أمره أن يقول بخلق القرآن فقال هذا باطل، ثم ماذا؟ ثم أنه عندما قيل له تدعو عليه ما دعا عليه. فإذن هذا الجمع الواضح في منهجهم رحمة الله عليه، فكانوا سبباً في بيان الحق، وكانوا سبباً في أمن دماء الناس وعدم إثارة الفتنة، وأن يتحول واقع الناس من أمن إلى تشتت. فإذن هذا الفهم الذي بيّنه سلف هذه الأمة وصاروا عليه، فلذلك ما كانوا أبداً دعاة فتنة. فإذن هذا الإمام أحمد وهذا علي بن المديني، ثم ينتقل إلى إمام المحدثين. فإن أهل السنة كلهم يعلمون أن صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب صحيح الإمام البخاري. فهذا الإمام العلم العالم
ماذا يقول رحمة الله عليه؟ نعم. وقال الإمام البخاري رحمه الله: لقد لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، وذكر جماعة منهم ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، فذكر أمورا منها، وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ فإذا هذا إمام المحدثين يقول: لقيت أكثر من 1000 عالم من علماء مكة مهبط الوحي، وعلماء المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحجاز أول ما من أسلم من الناس بعد الحرمين، ثم بدأ يعدد ما يعني بلدان أهل الإسلام، وأن علماء كل هذه البلدان متفقون على ذلك الأمر من المعتقد الذي من ضمنه هذا المنهج في التعامل مع ولاة أمور المسلمين، القائم على الطاعة وعلى عدم إثارة الفتنة والخروج عليهم، وأن لا يكون سبباً في أن يقتتل أهل الإسلام وتراق دماء المسلمين ويتحول الأمن إلى خوف، فإن ذلك لم يكن من منهجهم أبداً. نعم. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم، فذكر أموراً منها: ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، فإن الجهاد ماض مذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. إذن هذا ابن أبي حاتم ينقل عن والده أبو حاتم وأبو زرعة الرازي، وهم من أئمة المسلمين، ويكفي أن ندرك أن أبا زرعة الرازي يقول الإمام مسلم صاحب الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، يقول: بعد أن جمعت كتاب الصحيح عرضته على أبي زرعة الرازي، فما قال لي أبقه أبقيته، وما قال لي اشطبه شطبته، لمكانة هذا الإمام عند أهل الحديث. فمثل هذا الإمام لهذه المكانة، فهذا أيضاً يبين مكانة القول الذي قاله، ويؤيد ما ذكره البخاري رحمة الله عليه أن هذا هو اعتقاد أئمة سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم. نعم. وقال سهل بن عبد الله التستري: وقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا علم من نفسه 10 خصال،
لا يترك الجماعة ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. نعم، ولا يكذب بالقدر، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. فإذن هذه الأوصاف التي ذكرها، والشاهد هنا بالنسبة للمسألة في عاشر هذه العشرة، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل ما دام مسلما. نعم. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. ما لم يأمروا بمعصية، إذن لا طاعة في المعصية، ثم الدعاء لهم بالصلاح والعافية، والطاعة في كل أمورهم التي فيها طاعة لله عز وجل. ولا يكون الأمر بالمعصية مدعاة إلى أن لا يطاع فيما أمر بطاعة الله عز وجل. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. بمعنى أنهم ما دام يعني هذا هو السلطان، فإذا دعوت عليه وكان عنده ظلم، إذن بقي على ظلمه، والظلم سوف يكون ماذا؟ عليه وعلى الناس يتعدى. بينما لو دعوت له بالصلاح واستجاب الله عز وجل دعاءك وصلح، فسيكون صلاحه على نفسه وعلى المسلمين. إذن أيهما الأبرك والأفضل والأنفع؟ هو أن تدعو له، لا أن تدعو عليه، فيتحقق بذلك خير. وإذن هذا أيضا من منهج أهل السنة في طاعة ولي الأمر، أن يدعى له لا أن يدعى عليه. نعم. وقال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، أي أنه من أهل السنة. أيوة. وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذر منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وذكر جملة من هذه الأصول ثم قال: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبداً حبشياً. وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنن وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. لا يضرك لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم. يعني بمعنى أنه هذا السلطان ولو كان عنده ظلم، فهل الإنسان إذا تبايع تحت ولايته بيعا وشراء هل هذا الحكم صحيح أو لا؟ الجواب نعم، العبرة بعقد البيع والشراء، إذا كان صحيح فصحيح، ولا يعني أن ذلك السلطان عنده ظلم فيصبح التعامل أيضا. كما أنه لو كان الإمام عادل، فهل كون الإمام عادل يحل ما سوف يكون من بيع محرم؟ الجواب لا. فإذا هي تلك الصور كلها مردها إلى الحكم، فما دام الحكم فيها شرعيا مرده إلى الكتاب والسنة فهو صحيح، فهذا الأمر. ثم أيضا لو أراد الإنسان أن ينتصف من مظلمة فلجأ إلى من وضعه ذلك السلطان ولو كان في ذلك السلطان ظلم، لكن وضع من الشرط أو من القضاة أو غير ذلك، فهل يذهب الإنسان إليهم ليقتص لمظلمة له؟ الجواب نعم، وأن ذلك لا يؤثر أن يكون عند السلطان شيء من الظلم والجور. فإذا هذا ما يقرره علماء سلف الأمة في هذا الأمر. نعم. والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشياً إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا، ومحبة الخير لسائر المسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. وقال أبو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني في رسالته التي جمعها في السنة لما رأى غربة السنة وكثرة الحوادث واتباع الأهواء، قال: ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه لا يخرج عليهم بالسيف وإن جاروا، وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع. ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر وفاجر. وقال في تمامها: ويشهد لهذا الفصل المجموع من السنة كتب الأئمة، فأول ذلك كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة لأبي مسعود وأبي زرعة وأبي حاتم، وكتاب السنة لعبد الله بن محمد بن النعمان، وكتاب السنة لأبي عبد الله محمد بن يوسف البنا الصوفي رحمهم الله أجمعين. ثم كتب السنن للمتأخرين مثل أبي أحمد العسال ألفوا كتب السنة
فاجتمع هؤلاء كلهم على إثبات هذا الفصل من السنة. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برًا كان أو فاجرًا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرًا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال التيمي: فصل يتعلق باعتقاد أهل السنة ومذهبهم، وطاعة أولي الأمر واجبة، وهي من أوكد السنن ورد بها الكتاب والسنة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنقول عن أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل الثابت كثيرة جدا، ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة والجماعة المؤلفة في شرح السنة وأصول الاعتقاد من تقرير هذا الأصل وبيانه وشرحه. طيب، إذن هذا الشيء الآن هو نقل المقدم وفقه الله هذه النقول عن هذا العدد من الأئمة في تأصيل هذه المسألة، ثم الآن يريد أن ينتقل من التنظير إلى العمل. فهل لهؤلاء العلماء من مواقف عملية تبين كيف أسقطوا ذاك التأصيل العلمي النظري على واقع أمرهم وتعاملهم مع السلطان فيما يتعلق بذاك الأصل؟ فهذا ما يريد أن يبينه الآن. نعم. ثم إن من الأمثلة العملية في تطبيق أهل السنة والجماعة لهذا المنهج القويم مع ولاة الأمر موقف الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، عندما جاءه نفر من فقهاء بغداد وشاوروه في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه الذي أظهر القول بخلق القرآن، ودعا إليه وأمر بتدريسه للصبيان في الكتاتيب، وقرب من القضاة وغيرهم من قال به، وعزل وأبعد من خالفه، فأنكر الإمام أحمد عليهم ذلك وأكثر من نهيهم عن ذلك، وقال: لا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. هكذا أوصاهم وصية العالم السني الحكيم، فخالفوه وكان ما كان. جيد، إذن هذا الآن الإمام أحمد الذي أصل علما ومعرفة ذاك التأصيل، فهذا موقف بعد أن خرج وما ناله من الأذى لم يجعل ذلك الأمر سبباً في أن يكون سبباً في فتنة، وسبباً في إراقة دماء المسلمين، وسبباً في إخراج يده من طاعة لولي الأمر، وجاء من يريد أن يدفعه إلى ذلك، فما كان منه إلا أن ذاك التأصيل ليس مجرد كلام بل يتبعه عمل وتطبيق. فإذن وما رضي، ثم كيف رحمة الله عليه أن هذا الأمر استمر مع تكرار تلك الدعوة من بعض من كان في زمنه لكنه لم يفعل، ولم يكن منه إلا النصح لهم وإرجاعهم إلى منهج الحق. نعم. قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم، فدخلوا عليه فقالوا له: يا أبا عبد الله،
إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن كذا وكذا. فقال لهم أبو عبد الله: وماذا تريدون؟ قالوا: أتيناك نشاورك فيما نريد. قال: فما تريدون؟ قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. بمعنى أنهم طلبوا منه أن يعلن عدم بيعته وولايته وقبوله للسلطان، فماذا؟ وتحججوا بما أظهره من تلك البدعة العظيمة، وهي بدعة خلق القرآن، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ نعم، قالوا: لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم: أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظ. واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم: إنا نخاف على أولادنا، إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره، ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة، حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه. فلما خرجوا قال لي بعضهم: امض معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى نعيده لأمر نريده. فذكرت ذلك لأبي، فقال لي: أبي، لا تذهب واعتل عليهم، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم، فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر. هذا من؟ هذا حنبل بن إسحاق عمه أحمد. فعندما خرجوا من عند الإمام أحمد وما استجاب لما طلبوه، بل نصحهم وذكرهم وأمرهم أن لا يكونوا سببا في إراقة دمائهم ولا دماء المسلمين، ولا يكونوا سببا في إثارة الفتنة، وأنهم يكتفوا بنكرة القلب ما دام أنهم ناصحوا السلطان وما قبل منهم، فيبقى إنكارهم بالقلب ولا يكون سببا في إراقة دماء المسلمين. لكنهم خرجوا ولم يقتنعوا، وكذلك ما استطاعوا أن يقنعوا الإمام أحمد ويغيروا رأيه. فعندما خرجوا دعوا ابن أخيه أن يكون معهم، فشاور والده، وهذا فضل المشاورة للشاب أن يرجع، لكما يفعل بعض الشباب. فهنا رجع حنبل إلى والده إسحاق فنهاه، قال: واعتذر منه. ثم ذكره: لا تكن سببا في أن يدخل اسم الإمام أحمد لو ذهبت معهم، بأنك أنت ابن أخيه فقد يدخل اسم الإمام أحمد في هذا الأمر. واستجاب ذلك الشاب لنصيحة والده، فعصم الله الإمام أحمد من ذلك، وعصم أيضا من حوله من هذا الأمر. وهذه مشورة أهل العلم وأهل الفضل، وأن لا يقتصر الإنسان على رأيه وفكره. نعم، فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، فنسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟
قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود كذا. وذكر أبو عبد الله كلاما لم أحفظ. جزاك الله خيرا.